سلمى وحمرة علشان ايه بتعملي لناش فيلم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا ابني. ويخليك لينا يا ماما، انت اللي زي القمر، ايه الدلع ده؟ ايوه طبعا دلع ونص كمان. تعرف يا حسام، انت الوحيد في اخواتك اللي طالع زي ابوك، واخد هيبته كده وطلته. اه والله ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه، ما يبقاش شكل بس يا ماما. ومين قال انك مش زيه في اخلاقه؟ ده انت تربيت ايدي يا واد. ما هي المصيبه ان انا تربيت ايدك يا ماما. مصيبه ان انا ربيتك يا واد. اه لانك ربيتينا صح قوي في زمن ما فيهوش الا غلط، كله شياطين بعد عني، كله شياطين. لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه. طب ده يمشي مع شياطين الجن، هنعمل ايه بقى في شياطين الانس اللي كل شويه توسوس لك توسوس لك توسوس لك لما الواحد هيروح في داهيه؟ ايمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم ونعم بالله. ادعي لي يا ماما، ادعي لي. ربنا يحفظك من كل شر وسوء ويكفيك شر الشياطين يا رب. امين يا رب العالمين. والله لسه بسيرتك، لسه بسيرتك. طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعاء. وحشني. اه وانت يا رائد اخبارك ايه؟ جيت امتى نقيب من الوادي الجديد؟ من ساعتين. الله ما شفتكش يعني. ما انا كنت هلكان قوي، دخلت نمت لسه صاحي دلوقتي. وقعد معانا كام يوم؟ قول لي بقى يومين وراجع زي كل مره. فرح اخوك اخر الشهر، لو ما حضرتوش هتضحك، وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجوز غير مره واحده في العمر. لا ما تقلقش، قدمت على مرضي وقعدت في ريفيزك 20 يوم. الا قول لي انت ما عملتش فرحك انت وسلمى ليه مع شاهين ده وساهر؟ ايش حال ما كانوش اخوات زيكم؟ ولا انتوا جايين تشحططونا وخلاص؟ سلمى يا سيدي اصرت، قالت لك ده هي ليله العمر تبقى ليله واحده، انا عايز ليله لوحدي. الله، ما هي عندها حق يا ابني، هي الواحده بتتجوز كام مره؟ مش كده ولا ايه يا رائد؟ تمام يا ماما تمام. طب يلا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكوا على القاعه. بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبك شاهين؟ وانت مالك ومال صاحبك شاهين؟ ما انا قلت ازنقهم كلهم في العربيه الصغيره عشان اسيب لك العربيه الكبيره يا عم انت وماما والعرسان. تزنقهم في العربيه الصغيره؟ أوه. انت ناسي يا ابني ان انا خاطب ولازم اروح اجيب خطيبتي؟ وتروح تجيبها ليه؟ ما تيجي مع اخوها، ما هيتنقي ليه ياخد العروسه؟ عروسه يا ابني؟ انا هروح اجيبها من عند الكوافير، وبعدين كنا هنجي لكم هنا عشان نطلع ورا بعض في الزفه. الله، والبنات يركبوا مع حسام في العربيه الصغيره. يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ لا تاكسي ليه؟ ما انا موجود، هتركب صاحبات اختك في تاكسي وتشحططوا وانا هاخدهم وامشي. انت تسكت خالص خالص يا حسام، ما يصحش. البنات قاعدين مع اختك من الصبح، نركبهم تاكسي ينفع ده؟ لا ازاي؟ اخدهم واروح لخطيبتي اجيبها من عند الكوافير وارجع، هاخد البنات امر الله. اوعى اوعى يا حسام تعالى هنا اهو. لما انت هتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا. اتجوز الجواز ايه ونيله ايه؟ مش الجواز ده محتاج ملغيه، كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحده منهم عشان اتجوزها. اديك بوظت يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، انت لسه صغير دلوقتي، بكره لما تكبر وتعجز عاوز حد يقعد جنبي، حد ياخد باله مني عشان لما يديني الدواء. مش ده اللي كنت هتقوليه؟ اه وانا هخش دنيا عشان اخرج منها، انتوا فاهمين الجواز غلط شكلكم. يا حسام هات البنات دي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ انت لسه ما جزتيش؟ اجهز ايه بس يا معتز؟ الفستان ده غالي قوي، جبته ليه؟ ليه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا حبيبتي. لا بتكلم جد يا معتز، انت مرتبك مكفينا بالعافيه، لو جبته من فلوس مرتبك هنرجعه على فكره. اطمني يا ستي، جبته بمكافاه اخدتها من الشغل، ارتحتي؟ يعني يوم ما تاخد مكافاه من الشغل بدل ما نحطها في قسط الشقه بتجيب لي بيها فستان يا معتز، حرام عليك. هو احنا جينا في شهر واتزنقنا؟ ما احنا ربنا استرنا معانا والحمد لله. خلاص ما تزعلش. وبعدين انا ما يرضنيش ان مراتي حبيبتي تروح فرح زي ده الا فستان جديد. ربنا يخليك لي يا موز. يلا بقى الفرح يفوتنا ولا نقعد؟ بطل بقى، يلا روح البس ساعة ونكون جاهزة. بص قدامك يا محمد يا ابني، بص قدامك اللي هنعمل حادثة كده، انت تبص عليهم ليه؟ عارفة يا ماما ابنك حسام ده مبخت من يوم. انت هتقولي ده اخويا وانا عارفاه كويس؟ طبعا محظوظ، مش خاطب اختي. وليه بقى ما تقولش ان هي اللي محظوظة عشان مخطوباله؟ خلاص خلاص ريحوا نفسكم، هما الاثنين محظوظين. نسيني الدنيا. الله، الاغنيه دي حلوه قوي يا حسام. نسيني. فاكر يا حسام لما رقصنا عليها انا وانت في عيد ميلاد شهان ده من سنتين؟ رقصنا هي لسه شهان وسنتين مين؟ وشهان دي ايه اصلا؟ هو رامي بلا هتودينا في داهيه. انت بتعرف ترقص يا حسام؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي. لا والله. والله. أنا يا دوبك بفك الخط في الرأس يا سلمى، جيهان بتبالغ بس، أصل أنا مربيها من وهي قد كده. لا 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 لا، الرقص ده إحساس. وأنت أحلى حاجة فيك إنه عندك إحساس حلو قوي، خصوصاً لما يرقص سلو. وكمان سلو؟ يعني أنا بتبالغ، مش بقول لك بتبالغ. بتبالغ ليه؟ أنت كل حاجة دايماً كده، دايماً بتبالغ دايماً بتبالغ. لا أنت مش عارف قيمة نفسك والله. يا بختك بيه يا سلمى. يا بختي فعلا. طب لحظة بقى كده، نسيني خالص. ايه يا حسام؟
مالك قفلت الاغنيه مره واحده كده ليه؟ يعني اصل احنا على طريق واربع كاوتشات وحته حديده في الهواء، محدش عارف بقى، يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجه يعني بيقرا قران في سر وبيعمل حاجه مفيده. وانت يا سلمى بعد اللي سمعتيه من أنسة جيهان عايزه تكملي كملي، مش عايزه كل شيء اسمه نصيبه بنت الناس. كتر خيرك يا جيهان. يا حسام يا ابن المحظوظه. يا ولا بص قدامك هنعمل حادثه. اه محظوظه محظوظه محظوظه، شكلك اخر مره هتشوفها. يلا يا رزل. عيني يا عيني عيني على الولد. اتفضل اتفضل يا سيد الناس اتفضل. نايم. فوق يا ابن بتع الكتعي. واه 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 سيدي جابر في مصر، ايه الخربطه دي؟ نورت يا سيدي، الحمد لله بالسلامه. سيدك دياب فين يا واد؟ سيدي دياب نايم جوه. وايه الخلاجات اللي انت لابسها دي؟ فين يا دي اللاسه والجلابيه؟ دي مفرنجي روشه لزوم العشاء في مصر. والنعمه الشريفه نضيفت يا ابن بتع الكتعه. وايه جزايز الخمره دي كلها؟ دي كلها تخص سيدياب. سيدك دياب ده كان جالبها مسخر عاد ده. طيب انا خشش له. لا يا سيدي الناس. لا لا يا سيدي جابر، ابو سيادتك لا، ده يموتني يقطعني قطيع. قبري يلم العفش افهم، يقطع قطع ليه افهم. اصله يا واحدة هاي، اصله عنده ضيوف. ضيوف بيقابل الضيوف في اوضه النوم؟ ايوه ده الحاجة بتاعه. سيدي دياب بيقابل كل الناس في اوضه النوم إلا قرايبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا خشش له. سيدي جابر. سيدي جابر لا. أنت على يد هنا، إيه المنظر ده؟ إيه المنظر ده؟ وبعدين أخوه ومتوحشه وريد يشوفه. أنت إيش أخششك؟ إيه جابر؟ خبر إيه؟ حصلت حاجة؟ حصلت حاجة؟ النهارده فرحك يا عريس، قوم احنا بقينا بعد العصر. نسيت اياك. انسى كيف؟ ما انا هاي يا جابر بجهز نفسي. قوم استر نفسك وحصلنا على برا يا ولد ابوي. ديب انت بجد عريس وفرحك الليله؟ الليله وكل ليله يا عروس. يلا امي خد ايدك شاور ونعنش نفسك لما تشوف الرجاله اللي برا. انا جيت. حسام حبيبي تعالى. عروستنا الحلوه خلصت ولا لسه؟ ازيكم يا بنات؟ ازيك يا جيه؟ ازيك لسه عمي. شويه. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. يا بختك عم ساهر. ايه رايك بقى الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله قمر. الواد ساهر لو شافك هيغمى عليه من الفرحه. انا مش عارف اليمامه دي هتتجوز قالب الطوب ده ازاي. طبعا مين يشهد للعروسه؟ شفتي شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها اجيب لها شوكولاته؟ كبرت وبقت عروسه. ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفسي ابوك الله يرحمه يبقى عايش ويحضر معانا اليوم ده. جرى ايه يا حسام؟ ما انت ابويا واخويا. ربنا يرحم بابا ويطول لنا في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. يعني انا بجد مش فاهمه، يعني ايه الصبح يضربك بالرصاص وبالليل يروح فرح اخته؟ يا حبيبتي اللي عمله حسام ده تكتيك احنا متدربين عليه، مش غلط منه يعني. تكتيك؟ ايوه عشان نشيل حركه الخصم. ونسيطر عليه. والله شكلك انت اللي عايز تشلني. وبعدين افرض بقى كانت الرصاصه ردت في وشك وحصل لك حاجه، انا كنت اعمل ايه؟ تهدي مش كده، الامر بيد الله. بقول لك ايه، من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني وطول الوقت اعصابي متوتره. انا ومالك مالناش غيرك. قلت لك انا ظابط مباحث وما ينفعش اكون في اي حاجه الا المباحث. خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء. الكهرباء؟ ما هي مباحث برضه. يبقى انت اكيد بتهرج يا امان. ايه ده؟ انا مش بهرج، انا ومالك مالناش غيرك. انت لو حصل لك حاجه احنا هنلوص. بس كده عشان هتلوصوا؟ يعني وجودي في حياتكم مجرد مصلحه؟ ما تقولش كده يا زوز، انت عارف ان احنا حياتنا من غيرك مالهاش طعم. لا برضه زعلان. بطل دلع تعالى. من راحه يا امان. سوري. طب اهبط. بقول لك ايه؟ استنى. هو احنا لازم نروح الفرح ده النهارده ولا انت ليكي راي تاني؟ لا مالي، بس هنروح الفرح، بطل شقاوة. انا ما صدقت ان ماما جايه تبات مع ملك. ده انت عامله حسابك ومرتبه كل حاجه اهو. يا
يعني ما هي فرصه نخرج من غير ملك. امتى اخر مره خرجنا من غيرها؟ مش فاكر. طب بقول لك استنى بقى، عايزك تساعدني اختار فستان. عندك اوبا ده اتفك، عندك الطويل والقصير. الصراحه الاثنين وحشين. روح شوفي مين. يلا روح شوفي مين. مش فاهم الحمير في اكل الجنزبيل. هفتح الباب. سلام. الو. ايوه حاج. اهلا اهلا يا معتز. اهلا يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي، ومالك كمان وحشتني قوي قوي. هتيجوا امتى بقى يا اخي؟ لا لا لا، انا عايز اشوف حفيدتي في اسرع وقت. تحت امرك يا بابا، اجيبها لك على اخر الاسبوع تشوفها. المهم انت بس طمني على صحتك، بتاخد الدواء في مواعيده ولا بتكسل؟ دوايا ان اشوفكم حواليا يا حبيبي. خد اخوك منير عاوز يسلم عليك ويطمن عليك. الو يا معتز، هكون بعمل ايه يعني؟ ما انا متمرمط في المحل اهو، طبعت حبيبي وشايل الهم والعد كله على دماغي، ومحدش سائل فيا. وانت بسلامتك شافت بطلك ومعدي، وكل اول شهر بتيجي تقفش الشهريه بتاعتك. هات هات هات، ده انت بجم. يا ساتر، معلش يا ابني يا حبيبي، معلش ما تزعلش، ما انت عارفه اخوك الكبير وطول عمره غلنف. ماشي يا حبيبي ماشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ هتفضل طول عمرك كده؟ ايش حال ما كنت انت الكبير وهو الصغير؟ هتفضل طول عمرك نيرك من نيره؟ لا ما انا ما بكرتش على قفايا، وما اتكلفتش بكلمتين كده في التليفون. ازيك يا منير؟ عامل ايه يا منير وطمنا عليك؟ لا حبيبي، وطول النهار قاعد حاطط ايده في ميه، ويجي لي اخر الشهر عاوز المعلوم، عاوز الشهريه. وهو بيقبض من جيبك؟ الله، ده مالي مالي وانا حر فيه؟ انا لسه ما متش، انت عاوز تورثني بالحياه. بعد شر عليك يابا، معلش انا متعصب، بس زحمه الشغل وضغط الشغل عليا هو اللي خلاني بقيت البقين دول. يا كدايه، دي بدلتك يا زوز. ده فستانك يا برنسيس. زوز انا بموت فيك، ده الفستان اللي شفته في المول. على الله يطمر بس. بحبك. ميرسي يا زوز. اتفضل يا سيدي. يا ديال، ما عاوزش تعجل اياك يا ولد ابويا. هو اللي عمله ابوك ده يخلي فيا عجل؟ في حد دلوقتي يتجوز عروسه ما شافهاش هي؟ من ميتة واحنا بنشوفه، من ميتة ابوك طول عمره هو اللي بيشوف لنا واحنا بنمشي وراه مغميين. بس دي جواز مش بيعه وشروه يا جابر. وهدان. اطمن يا دياب اطمن، ابوك ما حينجلكش حاجه عيفشه واصل. وبعدين يعني هي دي اخر جوازه، وبعمل زي اتجوز اربعه والثلاثه التانيين بختارهم انت على هواك. يا اخي انا ما فاهمش ليه ابويا مصمم على الجوازه دي بالذات، دماغي حتشت. افهمك حكمه داي ان عيله الطراشنه عمها يبقى صادق بيه الطراشني نايب دايرتنا، ليه مصانع كتير قوي عندنا وكلها في مصلحه شغلنا. والمثل بيقول اللي ملوش نايب يشتري له نايب. ايوه، والنسب يحمي المصالح ويقويها. ولك ده تبيعوني عشان المصلحة وعاملين دياب قنطرة تعدوا عليه. المصلحة واحدة يا ود ابوي، المصلحة واحدة.
باي باي بقى يا دودي، هشوفك تاني امتى؟ خلاص كده قفلت من النهارده، ما هتشوفوش تاني واصل. ليه بس كده؟ اصله هيتجوز بعد الشر عنك. ايه ده؟ الموضوع بجد بقى؟ محدش ضامن، خليني على تليفون. طاهر امرك يا سيد الناس، خد منيها المفتاح. شايلاه فين؟ شايلاه. خد المفتاح اهو بسرعه كده. طب بقول لك ايه، لو احتجتي المنامي انا مفتاحي موجود. انت بتعمل ايه يا اكل ناسك انت؟ ولا حاجه، يعني هي جت علي ما مكفهوش اللي عملوه فينا، كمان عاوزنا نتجوز على كيفه. استهدي بالله يا بنيتي وتجوزي دياب، على الاقل هيبقى ظهرك وسندك، ويعرف يجيب لك حقك من ورث ابوكي اللي خدوا عمك وحطوا في جيبك.